طريقة الدمج جدا سهلة، حطيت لكم اياها بدون افكت عشان تشوفون طريقة في الدمج. اكو هنا عندكم الشاي الاسود او الاسود صار البني، اهم شيء توزيع بنات عشان ما يبين اثر وجود الكنتور. اوريكم بسرعة قصوى لان مستعيرة ولازم اطلع، بس راح اسوي لكم ميك اب توتوريال كامل، اوريكم شلون نوزع الالوان وكل لون بالضبط شلون نستخدمه، شلون نستخدم اللون اللي نشيل فيه الهالات، شلون نستخدم اللون اللي نشيل فيه البقع. بس يبيله كذي على مزاج، بس انا مستعيرة لازم اطلع الحين.